أحد ولدي آدم يبدأ اسمه بحرف الهاء. هابيل. هو الله لا إله إلا الله. هو الله لا إله إلا الله. هاء في القرآن هداية، في السورة هدي في الآية. هاء في القرآن هداية، في السورة هدي في الآية. عن أبرهة فيه حكاية، رفع لهدم الكعبة راية. أعرف بعض أسماء الله الحسنى التي تبدأ بحرف الواو: الواحد، الواجد. فهل تعرف أسماء أخرى لله عز وجل تبدأ بحرف الواو؟ نعم، الوهاب، الوكيل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الواحد الأحد، الواجد الصمد. الواحد الأحد، الواجد الصمد، القدوس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حرف الواو إله واحد ليس له ولد أو والد. لا إله إلا الله. الله الوهاب الواجد، الله القدوس الماجد. لا إله إلا الله. حرف الواو إله واحد ليس له ولد أو والد. لا إله إلا الله. الله الوهاب الواجد، الله القدوس الماجد. لا إله إلا الله. 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 حرف الواو إله واحد. أيه رسول أو هود أو موسى وهنا وزبورا أوتي داود. أيه رسول أو هود أو موسى وهناك مزيد. أيه رسول أو هود أو موسى وهناك مزيد. قرأت في التوراة يهود
زبورا أوتي داود. وهب الله تعالى نبيه زكريا عليه السلام غلاما بعد أن دعاه وتضرع إليه. هل تعرفين اسم الغلام يا عفاف؟ يحيى. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب يا رب يا رب يا الله يا أن يوما فيه العيد كل مسرور وسعيد يا أن يوما فيه العيد كل مسرور وسعيد بعد الطاعة شاء مجيد أن يفرح في الأرض عبيد شرع البارئ دينا سمحا للهادي الصادق قد أوحى بعد الصوم الفطر الفرحة بعد الحج العيد الأضحى كان نبيا كان تقيا يحيى والده زكريا كان نبيا كان تقيا وعليه الرحمن رضيا قد آتاه الحكم صبيا يحيى والده زكريا كان نبيا كان تقيا يحيى والده زكريا كان نبيا كان تقيا وعليه الرحمن رضيا قد آتاه الحسن صبيا يا أن فيه نهاية الشعر يا أن فيه بداية الشكر يا أن فيه نهاية الشعر يا أن فيه بداية الشكر أسأل رب ومعا ننشد طول العمر من وحي